اليوم نشوفوا وصفة هاد المملحات يجو زاكيين ويخرجوا كمية كبيرة بحجم عائلي وبحشو بزاف بنين وعجينة هايلة. نبداو مع لاغوسات ونبداو بالعجينة. ندير ربع كيسان فارينة، نص كاس ما دافي، نص كاس حليب دافي، مغرفة كبيرة خميرة، مغرفة صغيرة سكر، نص كاس زيت، حبة بيض ومغرفة صغيرة ملح ماشي معمرة، نحطها في الكوتي باش ما تقيسش الخميرة. نبدا نخلط السوائل وبعد نحرك كلش حتى تتلم العجينة ونكمل نعجنها 3 دقائق. نغطيها ونخليها تخمر في بلاصة دافية ونوجد لافارس. في مقلاة ندير ربع مغارف كبار زيت ونزيد 6 دجاج مقطع صغير، نقليه شويه ونزيد حبه بصل وزوج سنات ثوم، نخلط كلش ونزيد لي زيبيس. نحط نص مغرفه صغيره فلفل احمر، ربع مغرفه صغيره فلفل كحل، نص مغرفه صغيره كركم، وناخذ ان كوب تاع جومبو مريق الدجاج ونفتو على لو بولي راح يزيد له في البنه. نزيد شويه ملح، نخلط كلش ونغطيه ونخليه يطيب على نار متوسطه. بعد ما خمرت العجينه نقسمها على 4 ونحل شاك بول على اون بلانش ولا بابي كويسون باش فلافان ترفدوها فاسيلمون. نشكل ريكتانغل يكون رقيق، نحط في الوسط لاصوص طوماط ومبعد لافارس تاع البولي، ندير شويه معدنوس ومن الفوق ندير لاصوص بيشاميل بالفرماج. نغلقها على 4 كيما راكم تشوفوا ونعبز شويه على لاباط باش تلصق مليح. نحط فوقها البابي كويسون ونقلب لا بلونش باش نرفدها ونحطها في سنيوه. نزيد ندير لها لاصوص طوماط من الفوق ونغطيها كامل، نزيد لها شويه زيتون ونحطها تطيب نص ساعه على 200 درجه في فرن كنت سخنته من قبل. بعد ما طابت ندير لها الفرماج غابي وشويه معدنوس ونخليه يذوب في الفوق وهو سخون، ونرجعهم للفوق اللي مازالوا سخون باش يذوب الفرماج. وهذا هو الشكل النهائي تاعهم، يجوا بزاف بنان ويخرجوا كميه كبيره. جومبو، سر البنة اللي تلمنا.